أيها السادة متابعو برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. في الحلقة الجديدة اليوم نتحدث في موضوع مهم جدا، موضوع مهم وما مهم للعرب فول لوحدهم بل مهم للدولة كلها. نتحدث عن المنتدى الشامل اللي كان أقاموه قبل أسابيع في تشاد. المنتدى نحن قلنا نتكلم فوق في حلقة حلقتين ثلاثة أربع حلقات، لابد نناقش في مواضيع مهمة جدا في داخل المنتدى، لأن المنتدى ده ينقلنا من تشاد القديمة إلى تشاد الجديدة. تشاد الجديدة بسموها الجمهورية الرابعة أو كاترم ريبيبليك. الكاترم ريبيبليك الجديدة اللي بندخل فيها دي ما مثل تشاد الأسرة حاليا من إيش دي، الأقاليم بتكون شوية، المؤسسات الكبرى للدولة بتكون شوية، بعدين حتى التنظيم الداخلي للمؤسسات أيضا بيختلف من التنظيم الموجود. ما كل شخص في الجمهورية الرابعة دي شايل شهادة بس بنطو مسؤولية، لا، في الجمهورية الجديدة دي الشخص المناسب في المكان المناسب. نتحدث اليوم عن الموضوع المهم اللي قلت لكم في المنتدى الشامل اللي انتهى قبل أسابيع، كان تحدثوا في حول اللغة العربية، تحدثوا حول اللغة العربية. فنتحدث المنتدى الجديد شنو اللي أضافه للعربفون، شنو أضافه للغة العربية. ومشكلتنا دائما لما يكون عندنا مناسبة كبيرة بتجمع العربفون الفرنكافون، أي عربفون عن طول ميكروفون أول حاجة بحجيها بقول أن إحنا مظلومين، أول حاجة بحجيها أن إحنا مظلومين. فمتى نظل أن إحنا نقول مظلومين؟ لمتى الظلم ديك متى بقى ما فيه؟ لأن الكلام ده أكيد دوائر الدولة كلها سمعاني بيه، حتى المسؤولين في الدولة سمعانين بالكلام ده، كون العربفون دائما بقول هم مظلومين الكلام ده سمعانين به. لكن المنتدى الشامل اللي كان عقده قبل أسابيع تطرق إلى مشكلة العربفون وتطبيق الثنائية اللغوية، التطبيق الصحيح. أيضا تحدثوا أن في المنتدى الجديد وخاصة في مشروع الدستور الجديد نتحدث عن دور العربفون في الجمهورية الرابعة. هم المثقفية اللغة العربية بتشير بعض الإحصائيات أو بعض السونداج بيقول أن العربفون الرأي يعني بيقول العربفون اللي عندهم شهادة الدكتوراه اليوم عددهم كبير جدا بفوق الدارسين باللغة الفرنسية، وكل يوم عددهم بيتزايد. العدد اللي بيتزايد أن العربفون ده نشوف في المستقبل في الجمهورية الرابعة دي دورهم شنو، دورهم شنو؟ ما هم حاليا في الجمهورية الجديدة أو في تشاد التي نعيشها هم عددهم كبير جدا، حاملين الشهادة الدكتوراه من العربفون عددهم كبير، والمثقفين عددهم كبير جدا، لكن ما عندهم أثر ملموس، أثر ملموس ده ما مشاهد، حتى لو موجود أيضا موجودين قلة جدا. التانيين وين؟ نتحدث عن الكلام ده. في بعض الناس بيقول المادة التاسعة في الدستور اللي موجود حاليا المعمول به في تشاد بتشير كون اللغة العربية واللغة الفرنسية لغتين رسميتين لتشاد، هل الكلام ده حقيقة مطبق؟ نتحدث مع ضيوفي في الحلقة اليوم. كذلك نتحدث عن مؤسسات البدنادي عن تطبيق الثنائية اللغوية في تشاد. يعني عندنا مؤسسات كل يوم بتعمل احتفالات، بتعمل سيمينيرات، بدنادي بتقول يا جماعة لابد يجب تطبيق اللغة العربية تطبيقا صحيحا واحترام المادة التاسعة، وهي منظمات أو اتحادات أو مؤسسات كثيرة جدا. المؤسسات دي ليه لو دمجناها سيناء مؤسسة واحدة بتنادي بتطبيق الثنائية اللغوية ممكن تكون لها كلمة مسموعة ولا لا؟ ولا أن كترتها دي بتدل كون كل واحد منهم بتعمل في طرف بدعم اللغة العربية، يعني كترتهم بتكون أحسن. في بعض الناس بتقول كده. أنا طبعا دايما في المقدمة منشير إلى بعض المواضيع الرئيسية اللي ممكن نناقشها في الحلقة. كذلك نتحدث عن مخرجات المؤتمر بصفة عامة. أنا معايا اليوم شخصين كبيرين جدا، شخصين بتحدث بلغة سلسة، لغة واضحة، وعندهم باع كبير، ودول من مثقفي اللغة العربية. معي الدكتور الطيب إدريس حلولو، وزير العدل سابقا ورئيس ونائب رئيس جامعة أنجمينة حاليا ورئيس الهيئة التشادية لفض النزاعات، وكذلك أحد المشاركين في هذا المنتدى. مع الوزير أهلا وسهلا بك. ومعي في الطرف الثاني الأستاذ محمد نور حامد مدير الاحتفالات برئاسة الجمهورية ومحاضر بجامعة الملك فيصل ومدير الثقافة الأسبق بوزارة الثقافة. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ علي، الله يخليك. مع الوزير. نعم. طبعا أنا
تحدثت او اشر في النقاط الرئيسيه اللي ممكن نناقشها في بدايه الحفله، لكن عندي موضوع واحد ايضا من خلال التعريف كونه ظهر لي انك رئيس الهيئه التشاديه لفض النزاعات، انا ذات جاهل هالهيئه دي، ممكن تحدثنا عن الهيئه دي قليلا ثم نخش على الموضوع المهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اولا طبعا اتقدم ببالغ الشكر والتقدير للاخ علي فاضل كدركيه الذي طبعا عرف في الساحه الثقافيه بالذات عندنا كمثقفين باللغه العربيه من الشخصيات حقيقه ذات الدماسه الاخلاق شكرا وخفه الدم شكرا في برنامجه قضيه الحوار، والشكر كل لاخوه بالتلفزيون الوطني التشادي والاخوه وراء هذه الأجهزة التي يغطون هذه الحلقة. شكرا. نتمنى للجميع طبعا مزيدا من التقدم والنجاح. شكرا. الهيئة التشادية لفض النزاعات هيئة مدنية غير سياسية تعمل من أجل بس ثقافة السلام، وهي يعني تطبق يعني زي مشروع فكري ثقافي، وهو ما يعرف بتطبيق فلسفة المشاركة الشعبية في حل النزاعات، وهي تعتمد في حل نزاعاتها من خلال تراثنا المحلي الوطني، ومن خلال الثقافات الدينية، ومن خلال ما يسمى بجماعة عابر الطريق أو تحت الشجرة أو تحت الراكوبة. إذا أن عندنا هناك مجموعة من القيم المحلية الوطنية التي من خلالها إذا تم لها تعطير وتنظيم يمكن أن تشكل لنا إطار قانوني يعني أو يسمى بالعقد الاجتماعي المحلي الذي يحمي هذه القيم وهذه العادات. إذن الهيئة التشادية كمؤسسة نشأت لدعم مسيرة السلام والمصالحة الوطنية التي تقوم بها الدولة التشادية. كيف نشأتها؟ كيف أنشئت يعني؟ والله نشأت لأن من خلال بداية الثورات المسلحة التي نشأت، وبدأت الصراعات المسلحة بين المزارعين والبدو وبين البدو أنفسه وبين المزارعين، يعني هناك مشاكل كثيرة، ورأينا أن لابد من خلق إطار يدعم ويعزز الأطر الرسمية سواء من خلال وزارة الداخلية والأمن العام أو من خلال الوساطة الوطنية. فهذا الإطار حقاً حل أكثر من 60 قضية، لأن يعني كانت يعني في حلها تستخدم كل مجموعة قيم. أنا المطلوب منك أن عرفتها هي هيئة مدنية ما هيئة سياسية. نعم نعم. ودون نعرف هدفين بس من أهدافها الرئيسية شنو؟ أولاً يعني بتعتمد أهم نقطة لها يعني اعتماد مبدأ الحل السلمي ورفض كل الطرق التي تؤدي يعني أخذ أي شيء بالقوة. الهدف الثاني يعني الاعتماد على التراث المحلي الوطني والديني من أجل حل المشاكل الداخلية. خلينا نرجع لك ذكر مدخل أستاذ محمد نور، بالنسبة للمنتدى الشامل ده منتدى كان أخذ طابع كبير جدا من الناحية الإعلامية ومن ناحية الرأي الوطني، والناس طبعا 7 أيام أو 10 أيام يتابعون عبر التلفزيون الوطني هذا المنتدى الشامل، وكل الكل وضع فيه الأمل كون تشاد تخرج من هذا المأزق، وممكن الجمهورية الجديدة أو الجمهورية الرابعة تكون أحسن من الجمهورية التي نعيشها حاليا، وبصفتك من أحد الناس الناشطين في هذا المجال و أيضا مدير الاحتفالات برئاسة الجمهورية وأيضا رجل أكاديمي محاضر في الجامعة وتابعت هذا المنتدى، نريد أن نسمع تقييمك الآن أو قراءتك الآن لهذا المنتدى، وما الذي أعجبك في هذا المنتدى؟ شكرا للأستاذ علي على استضافتك لي في برنامج قضية للحوار. شكرا. الملتقى الوطني الشامل هو كمطلب سياسي وعد به فخامة رئيس الجمهورية عندما انتخب، قال في برنامجه السياسي أنه سوف يضع قانون أو سوف يضع سياسة لتغيير المؤسسات في الجمهورية. كما تعلم أن قبل أن يعلن صاحب الفخامة الجمهورية الرابعة هناك الدولة التشادية لديها مؤسسات كبيرة جدا، وهذه المؤسسات في حد ذاتها بدأت تشكل ثقلا بالنسبة للدولة من الناحية المالية من الناحية العددية في الموارد البشرية وكل شيء. لذلك بناء على هذا البرنامج السياسي الذي انتخب فيه السيد الرئيس كان حري به أن يقيم هذا المؤتمر،
لذلك تقييمي لهذا المؤتمر هو كمثل المؤتمر الوطني السابق، لكن هو يختلف كثيرا عن المؤتمر الوطني السابق الذي عقد سنة 1993 بقصر الخامس عشر من يناير. وهذا المؤتمر هو قد وضع الأسس للدولة الجديدة أو الانتقالية، لكن هذا المؤتمر الشامل هو وضع خصخصة لمؤسسات الدولة، وعاد هيئة مؤسسات الدولة أو الهيبة لمؤسسات الدولة. لذلك هذا المؤتمر ما يؤخذ عليه ربما أقيم في وقت ضيق جدا وبشخصيات يعني لم تكن لديها باع طويل في هذه السياسة، لكن ما كان ما يذكر له من محاسن أن هذا المؤتمر استطاع أن يخفض المؤسسات التي كانت تشكل ثقلا للدولة، بدلا من رئيس الجمهورية أن يتقاسم السلطة لجأنا إلى ما يسمى بالسلطة المباشرة. لذلك لا يمكن أن يكون هناك وسيط في مزاولة الحكم. لذلك المؤتمر الوطني خرج بتوصيات، وهذه التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر يعني قد سمنها جميع المؤتمرين وجميع الذين شاركوا في هذا المؤتمر من فعاليات، سواء فعاليات شعبية أو فعاليات مدنية أو أحزاب سياسية. تمام. المؤتمر تقييمك للمؤتمر بصفة عامة ده تقييمك ليه كونه في 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 بعض المزايا التي امتاز بها هذا المؤتمر تختلف عن مزايا المؤتمر الذي عقد عام 1993. بالنسبة للناس المشاركين أثناء مداخلاتهم، هل أنت شايف المداخلات، جل المداخلات انصبت في إطار النقاط التي حورت أثناء أو النقاط التي طرحت في بساط الحوار؟ جيد. بالنسبة للمداخلات التي دارت في هذا الملتقى كانت مداخلات جيدة جدا إلا القليل منها، وما يسمى بالتشاديين الذين يعيشون في المهجر، هؤلاء كانت مداخلاتهم سلبية على حسب رأيي أنا، لأنها كانت يعني تحيك مشاكل شخصية أو كأن لديها أحقاد شخصية بالنسبة للقيادات الحاكمة. لذلك مشاركة الشباب كانت واضحة جدا، إلا أن الشباب في هذا الملتقى مشاركتهم لم تكن يعني في الإطار الذي حدده المؤتمر. لذلك المداخلات البقية، في بعض الناس قدمت مداخلات يعني جيدة جدا، والبعض الآخر قدم مداخلات لا يمكن أن نقيمها، إنما هي وقفت في أسلوب كأنها مطالبات فردية وشكاوى لم تحقق. لذلك نحن عندما نكون في دولة لابد أن تكون لدينا أسس ولتكون لدينا قواعد لابد أن يسير عليها هذا الملتقى. تمام دكتور. من الناس الذين عاشوا هذا المؤتمر وكنت ضمن المشاركين في المؤتمر ولديك مداخلات في المؤتمر، أيضا شنو قراءتك للمؤتمر وتقييمك العام للمؤتمر؟ أولا طبعا أشكر الأخ الأستاذ محمد نور حامد على ذلك. طبعا جاء الملتقى الوطني ده هو طبعا مراجعة تقييمية شاملة من المؤتمر الوطني المستقل من 93 إلى 2018. هناك مدة، إذن يعني طبيعة الشعب، طبيعة الحياة، طبيعة الأفكار، يعني هناك تطورات كثيرة لازمت حركة المجتمع التشادي. إذن لابد أن يكون هناك تعزيز جديد، فكر جديد، فلسفة جديدة تتوافق مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الشعب. حقيقة جاء الملتقى حقيقة المشيف يعني يلبي لطموحات المجتمع. يعني لابد يكون في تغيير في الفكر، لابد يكون في المفاهيم، لابد يكون تغيير يعني في مؤسسات استحدثها المؤتمر المستقل لظروف، لأن الدولة في مرحلة البناء، الدولة لسه خارجة من حروب مدمرة ومشاكل متعددة. إذن المؤسسات التي أقرها المؤتمر المستقل تحتاج إلى تجديد وتفعيل. ما يتوافق مع التطورات الحالية يثبت، وما لا يتوافق لا بد. إذن حقيقة الملتقى أنا بحس كأنه هو أتاح لنا فرصة للتعبير العرض المؤتمر حقيقة، وهذه مهمة جدا. تمام. مهمة أن يكون هناك يعني فكر حر الملتقى حقيقة. ولذلك الرئيس نفسه أكد قال ليس هناك شيء سموه ممنوع، كل إنسان يتحدث عما يريد. ما لأن لو الناس ما تعبرت وما قالت
متى؟ متى يعني؟ إذن هناك شيء ما في. ولذلك طبعا الذين يقاطعوا والذين قالوا حقيقة المؤتمر أكد الحرية الشخصية لكل إنسان، يعني كلام قيل ما لا يقال في المؤتمر، في المؤتمر. وهذا فعلا دار نؤسس لدولة جديدة، دولة يكون فيها سيادة القانون، دولة فيها حرية، دولة يكون فيها هيبة، دولة يكون فيها الإنسان، يعني غيرت العقلية التالية تتبدل، هي بتتغير أخواننا. يجب أن يكون هناك فيه مواكبة جديدة. يعني إحنا دائما ليه؟ يعني أننا طبعا مشكلتنا الإنسان التالي دائما نركز على السلبيات في حياتنا، الإيجابيات دائما نتركها، دائما نشوف السلبيات. يجب أن إحنا الآن حقيقة المرحلة دي مرحلة الآن من 90 الآن ده هناك إنجازات متعددة في مستوى المجالات الآن، يعني بين قوسين يعني الآن الفرصة التي تتيحت لنا أنا كمثقفين باللغة العربية، يعني لو يكون هناك في وئام وفي سلم اجتماعي وفي سلام، هل ممكن أننا الآن نحصل على ما حصلنا عليه في الوضع؟ لا يمكن. إذن أننا يجب أن لا نتجاهل هذه الجهود، وهذه الجهود جاءت نتيجة لتضحيات كبيرة قدم الناس، وليس جاءت يعني قضية ليس زفة، ليس قضية زفة صحيح. وليس مجمد مجموعة ناس مجموعين لهم تحت الشجرة جالسين تحت الشجرة وبتحدثوا، أبدا ناس ضحوا. وهذه التضحيات طبعا نجب نسجله، يعني من واجبنا أن نسجل التقدير والاعتراف لفخامة السيد الرئيس، لأن حقيقة من خلال الحركة الوطنية للإنقاذ ومن خلال هذه المجهودات نحن الآن نأتي لنؤسس إلى فكرة ونظرية ما يسمى بالجمهورية الرابعة. تمام، يعني تقييمك العام كده بيشير كونه أنت راضي عما دار في المؤتمر والمنتدى، والمنتدى كان إيجابي حقيقة. المنتدى أنا بشيف يعني كل التوصيات حقيقة الأساسية، كل شيء في أذهاننا طرحنا، يعني تداخلنا بكل يعني متجردين من انتماءاتنا السياسية، دخلنا من انتماءاتنا القومية، دخلنا باعتبارنا مواطنين. تمام، لكن المنتدى كان جميل جدا، المنتدى كان جميل والمناقشات كانت مناقشات ديمقراطية وبحرية. لكن الذي يؤخذ على المؤتمر في بعض الناس قالوا كان من المفترض أي مؤتمر يؤقت في تشاد أو أي منتدى أو أي تجمع زي ده لابد أن ينتقى الناس انتقاء، لابد من كل جمعية تأتي بشخص قانوني، على الأقل يكون المناقشات التي يناقش فيها يعرف مدى قانونية الذي يناقش فيه. لكن معلش أخي، القضية قضية مجتمعية، قضية مجتمعية، أن نتكلم عن حياة الناس العامة، يعني أننا ما نتكلم في نصوص دستورية تحتاج لمختصين. لا، ما هو مشروع، المشروع ده ينقلنا إلى دستور، لكن في أشياء حياتية الناس كلها تجتمع عليها. نحن عندما تكلمنا علينا عن قضية اللغة العربية مثلا، قضية اللغة العربية، وأن لا يمكن أن نقبل بالأوضاع الموجودة، لابد اللغة العربية يكون لها دور. إنما تكلم عن حياة البدو ودورهم ومشاركتهم، لأنهم هم القوى الفاعلة التي تدعم الاقتصاد الوطني التشادي وما زالت تدعمه إلى الآن. عندما الناس تكلموا عن المرأة، عندما تكلموا عن مشاركة الأقاليم، عندما تكلموا عن مشاركة الشباب، يعني دي كلها احتياجات مجتمعية عامة تساق بفكرة عامة. ثم بعد ذلك طبعا أنت تعرف الآن طبعا شكلت لجنة قانونية، لجنة قانونية فنية لصياغة هذه الأشياء حتى تصبح في بنود أو في مواد قانونية تتوافق مع النظام العام. كلامك جميل، كلامك جميل أن نطلع لك في مشكلة الشباب. يعني حقيقة أنا يعني خيب أملنا بعض الشباب للمسألة اللي أشار إليها، لكن أنا نفسي بشوف خيب، وأنا لا ألوم الشباب. أنا شخصيا الآن كأستاذ لا ألوم نفسي، لأن منظومتنا التربوية مشكلتهم شنو؟ مشكلتهم في المنتدى اللي ما عجبتكم النقاط المنظومة التربوية التي تبني الإنسان التشادي هي فيها خطأ. لا، معنا ندور نشير إلى حاجة، بس أنت بتقول لي الشباب خيبوا أعمالنا في المؤتمر في المنتدى، شنو اللي أثار الشباب ما عجبكم؟ لأن الطرح كان طرح شخصي وطرح تجريعي. أنت تعرف المجتمع ده يعني أنا عندنا ما يسمى بالمرجعيات، عندنا مرجعيات، ناس كبار برجع يعني يجب نحترمها صحيح، يجب نقدسها صحيح. يعني ولذلك هذه قيم يعني تبنيها التربية الوطنية، تبنيها المؤسسة التربوية، ولذلك يجب أن تراجع المؤسسة التربوية بأنها في خطأ. تمام تمام. أستاذ محمد نور، الكلام اللي تكلم فوق الدكتور ده كلام ممتاز جدا، وده بالنسبة لتقييمه وأحد المشاركين في المنتدى. لكن احنا عندنا مشكلة كبيرة في تشاد، والمشكلة دي
كل مرة بتكلموا عنها لكن حلها كده حتى الآن كده ما تحلت حلا يرضي أصحاب هذه المشكلة. مشكلة تطبيق المادة التاسعة من الدستور وهي الثنائية اللغوية في تشاد. الثنائية اللغوية في تشاد كيف دولة واحدة يكون فيها لغتين متساويتين وهو في الدستور موضوع أيضا في المادة التاسعة كون اللغة العربية لابد تكون مع اللغة الفرنسية لغتين رسميتين لتشاد. لكن العربفون كلما مناسبة واحد شال الميكروفون بيتكلم بيقول أن إحنا مظلومين والله أن إحنا مظلومين أن إحنا مظلومين. إنت شايف المنتدى الجديد والمنتدى العقدة ده هل أخذ في بالاعتبار هذه القضية ممكن أن تحل في المستقبل أو في القريب إن شاء الله؟ شكرا جزيلا. أنا أعتقد أن قضية اللغة العربية لم تكن تطرح في هذا المؤتمر ولا في المؤتمر المؤتمر الوطني المستقيم. قضية اللغة العربية بدأت منذ تأسيس ثورة فرونينا سنة 1966. عجيب. كذلك نحن عندما نتحدث عن قضية اللغة العربية سوف نتحدث عن رسمية اللغة العربية. متى أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في الدولة؟ اللغة العربية أصبحت لغة رسمية في الدولة بموجب اتفاقية الخرطوم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى العسكري والفصائل من قوات الشمالية في ذاك الوقت. ثم بعد ذلك جاءت اللغة العربية كلغة رسمية في الدستور في دستور ديسمبر 1989. 89. عجيب. بعد ذلك جاءت اللغة العربية كلغة رسمية أو كلغة رسمية في الدستور في دستور 31 مارس 1996. وبعدما تمت مراجعة دستور 31 مارس 1996 بموجب القانون رقم 8 الصادر بتاريخ شهر يوليو سنة 2005 أيضا أصبحت اللغة العربية لغة رسمية في الدستور. والمادة التاسعة من الدستور تقول إن اللغتين الرسميتين للدولة هما الفرنسية والعربية، ويحدد القانون شروط تطبيق اللغات أو شروط تطوير اللغات المحلية. نحن هنا نأتي الدولة في حد ذاتها قد اتخذت القرارات في تطبيق اللغة العربية، لكن رئيس الجمهورية كشخصية تنفيذية عندما تتخذ قرارا لابد أن يكون هناك تنفيذ، والمعني بتنفيذ هذه القرارات هي الوزارات المعنية. نحن أيضا في كل الخطابات التي كان يلقيها فخامة رئيس الجمهورية تتحدث عن الثنائية اللغوية. تمام. كذلك عندما نتحدث عن المؤتمر الشامل حول الأحوال العامة للتربية الوطنية الذي عقد سنة 1994 كذلك تحدث عن ثنائية اللغة أو التدريس في المدارس التشادية من الروضة حتى الجامعة يكون باللغتين الفرنسية والعربية. كذلك عندما تم انتخاب أو تعيين كاسيري ديلواكو ماكوي سنة 1994 كرئيس للوزراء أصدر مذكرة دورية، وهذه المذكرة الدورية تطلب من جميع الوزراء أن يطبقوا اللغة العربية تطبيقا رسميا، وذلك بتوظيف سكرتيرات وكتبة يتحدثون اللغتين العربية والفرنسية. ثم نأتي كذلك في الإعلان الذي قاله السيد رئيس الجمهورية في الاحتفال بالذكرى التاسعة للتاسع عشر للحركة الوطنية للإنقاذ في مدينة سار، حيث ذكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأن يجب للمثقفي اللغة العربية أن يدخلوا أو أن يشاركوا في القيادة أو في السلطات القيادية بالدولة. هذا القرار كان إعلانا سياسيا تقبله جميع مثقفي اللغة العربية بالهتافات، وبدر بعده ما يسمى بالمسيرة المليونية التي نظمها مثقفو اللغة العربية وهم يؤيدون هذا القرار السياسي. وهذه الكوادر التي دخلت بدءا بالأستاذ أبو بكر الصديق شرومة وانتهاءا بالدكتور محمد النظيف ومرورا بالدكتور الطيب إدريس حلولو كأول وزير عدلية أو وزير عدل مثقف باللغة العربية يتولى وزارة العدلية في تاريخ تشاد. هذه طبعا من المحاسن التي أو القرارات السياسية التي اتخذها رئيس الجمهورية وتم تطبيقها على أرض الواقع. لكن أنا في رأيي عندما نتحدث عن الثنائية اللغوية
فإن الثنائية اللغوية تخدم اللغة الفرنسية أكثر من خدمتها للغة العربية. بمعنى نحن عندما نتحدث عن الثنائية اللغوية أن الدولة قد كفلت حق التعلم لجميع التشاديين بأي لغة شاء، بأي لغة شاء. لابد للتشادي على حسب المادة رقم، على ما أعتقد المادة واحد، المادة 14 من الدستور، يعني تقول تضمن الدولة المساواة للتشاديين من جميع الجنسين. عجيب. كذلك لابد حق التعلم. لذلك التشادي من حقه أن يتخذ اللغة التي يريد أن يتعلم فيها. الدولة عندما حددت اللغتان الرسميتان للدولة الفرنسية والعربية لم تجبر أي إنسان أن يتعلم اللغتين في آن واحد. التعلم اللغتين في آن واحد إنما هو يعني جهود فردية وزيادة لتسليط الشخصي. لكن ما نراه الآن إن الترجمة التي تقدم لا تخدم الثنائية اللغوية. الثنائية اللغوية ممكن أنا درست باللغة العربية، يجب في المؤتمر من المؤتمرات أن أقدم طرحي أو موضوعي باللغة العربية. من درس باللغة الفرنسية أيضا عليه أن يقدم طرحه باللغة التي تعلم بها. صحيح. واللغتان تعتبران رسمية. ونحن عندما نفسر هذه المادة من الدستور، وأنا لم أكن متخصص في القانون صحيح. الدستوري، إنما الدولة اللغة الرسمية للدولة هما اللغتان الفرنسية والعربية. طالما هناك فقرة أخرى جاءت ويحدد القانون شروط تطوير اللغات المحلية، كذلك اللغة العربية أيضا تعتبر لغة من اللغات الرسمية ومن اللغات الوطنية. تمام. أيضا تمام. أنا هنا خليني نرجع لسيادة الوزير، الإشكالية فين لتطبيق اللغة العربية؟ هي ما إذا كان قلنا لغتين رسميتين اللي كانت، ما معنى الرسمية نقصد باشو؟ اللغة الرسمية عندما نتحدث عن رسمية اللغة بمعنى اللغة التي تستخدمها الدولة في كتاباتها وفي مراسلاتها الرسمية. أن تكون اللغة العربية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان للدولة. لكن هل الواقع في تشاد، هل الواقع في المؤسسة التشادية حاليا ده بدل كونه أن احنا عندنا لغة عربية؟ دكتور في تناقض، في تناقض أن احنا المراسيم اللي بتطلع من رئاسة الجمهورية بالفعل عندها لغة عربية ولغة فرنسية، ده تطبيق للثنائية اللغوية، ما في فيه شك، وده كلام ممتاز جدا. لكن لو مشينا المؤسسات الثانية، أمشي جامعة جمينة، أمشي الكومسيرية سنترال، أمشي كل المؤسسات، حتى في المطار، المطار كي أول حاجة بتجي بتلقاها في استمارة عشان تملى فك اسمك ده لغة عربية، كي ما في، في لغة فرنسية وفي لغة إنجليزية، واللغة الإنجليزية أصلا في تشاد ما معمول بها، حتى ولو معمول بها أيضا لغة أجنبية، لكن اللغة العربية في المفترض كانت تكون في الاستمارة على الأقل موجودة عشان الواحد يعرف كيف كون الدولة دي عندها لغة عربية ولغة فرنسية. أشار أستاذ محمد نير في كلام جميل جدا، أشار وسرد تاريخ تطبيق الثنائية اللغوية ومتى بدأت ومتى كذا، لكن أشار إلى أن رئيس الوزراء السابق أو الأسبق نور الدين دلواكسير كوموكاي عند مذكرة طلب فيها من الوزراء أن يطبقوا اللغة العربية في الوزارات، وبالفعل في بعض الوزراء احترموا الكلام ده وطبقوا اللغة العربية لما كانوا وزراء، كالدكتور أحمد جدة حتى اليوم ترك أثر كبير جدا ملموس، الدكتور فضل كالدكتور عبد الله صابر فضل أيضا طبق الكلام ده، يعني المدرسة الوطنية، المدرسة القضاء سهليا باللغة العربية وباللغة الفرنسية، مدرسة الإدارة باللغة العربية وباللغة الفرنسية، ده تطبيق للثنائية اللغوية وكلام جميل جدا. لكن هل أنت شايف حاليا في تطبيق رسمي للثنائية اللغوية بالمعنى اللي مكتوب في الدستور؟ شكرا. حقيقة طبعا يجب أن نكون موضوعيين، يعني والموضوعية تفرض لنا طبعا أن نكون فيه يعني نزاهة وشفافة وعرض حقائق. الرسمية اللغة العربية، قضية تطبيق اللغة العربية دي قضية ما بالسهولة، صح منصوص عليه في الدستور، لكن من يطبقها؟ أيوة، من يطبقها؟ هنا الإشكالية. نحن الآن عندما أنا أسميه بمجموعة قوى الممانعة، قوى الممانعة دي قوى قوية، بمعنى الكلام لابد يكون بسيط عشان الإنسان المشاهد يفهم كلامك. هو الممانعة ده أنا أقول أن هناك مجموعة، واحترم إخواني الفرنكوفونيين، من الفرنكوفونيين حقيقة، مجموعة من الفرنكوفونيين التي تؤمن بالإقصاء. يعني خلينا نترجمها بالبسيط كده، يعني في ناس من الأخوة المتعلمين باللغة الفرنسية كون اللغة العربية كي يطبقوها ده كمان بدوره، ناس غير مؤمنين بل ما مقتنعين بأن اللغة العربية ده يمكن تكون أداة للعمل، ما مقتنعين بذلك. عجيب.
وده نحن طبعا شغالين في هذه الدوائر وكذا. اذا الرئيس بيعمل كيف؟ قوانين ومراسيم وصدرات، من بنفسها؟ تنفسها الوزارات القطاعات هي التي تقوم بالتنفيذ. اذا حقيقه ونحن من خلال هذا المطالب، لان القضيه دي قضيه يجب ان تكون هناك في متابعه قضائيه واضحه، متابعه قضائيه واضحه. كيف يعني؟ اي شخص بيرفض تطبيق الثنائيه في وزارته ها يجب ان يعرض الى تساؤلات في مسائلات قانونيه واضحه. ما لا ليه بمنعني يعني الان على مسير جامعه من جميه الان دخلت ما شفنا ورقه الان طلعت باللغه العربيه، ودي المؤسسات المنصوص عليها تطبيق البلنجز حتى في 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 اهدافها في اهداف جامعه جمينا بقول لك تطبيق البلنجز تطبيق الازدواجي تطبق كيف اذا كان القياده الاداريه فيها ما عندها نية، ما عندها إرادة، ما عندها مجرد استعداد. إذا كان المؤسسات المعنية بتطبيق الثنائية كلها ما بتطبقها. ولذلك حقيقة أنا في المؤتمر يعني من خلال تجربتي الواقعية يعني مقدم مقترح مقترح عملي. نحن في الظرف التلكؤ وعدم القابلية نحتاج إلى أن يكون هناك فصل في المؤسسات. كيف يعني؟ كيف؟ اولا في مؤسسات يجب ان تدار باللغه العربيه صرف وفي مؤسسات خليته هي اصلا بالفرنسي وما يحتاج ان نقول تدار بالفرنسي لان ده شيء طبيعي تمام. ونشوف النتائج اين المؤسسات المدار بالعربيه، هل ماشي؟ هل تواجه صعوبات ام لا؟ والله والمشكله وين؟ حتى يتبين لنا ان القضيه ليست في قضيه اللغه العربيه، حتى يتبين الانسان المواطن العادي يتلمس المواطن العادي ان القضيه ليست قضيه في اللغه، قضيه في الافراد في الاشخاص، هم الذين المشكله فيهم هم. ما هو هذا لا لا كلامك انت بتقوله ده حتى في جامعه جمينة، في جامعه جمينة الريكتور نفسه كان بيتكلم بيقول الاقسام باللغه العربيه دي ماشي ممتازه جدا، الاقسام باللغه الفرنسيه فيها شويه إذن تلكع. اذا هناك في التجربه عمليه عندنا في جامعه الملك فيصل، خلي اقول جامعه اهليه ووضعها خاص، خلينا قلنا في زي ما قلنا جامعه جمينة الان، الجامعه جمينة الاقسام بالعربيه قسم القانون خرج قريب 3 دفعات، قسم القانون خرج 3 دفعات ولم يخرج قسم القانون بالفرنسي دفعه واحده. يا سلام، لماذا؟ من سؤال. اذا القضيه يعني منظومه التفكير حقيقه انا اقول واضحين، منظومه التفكير الموجوده عند اخواننا الفرنكوفونيين دي هدفها شد المجتمع الى وراء. يعني ماذا يريد الزقوم قدام؟ ولذلك يجب ان نفهم بان اللغه العربيه دي هي لغه تواصل يا اخواننا، لغه تواصل، لان هي اللغه الوحيده الخالقه للتواصل الاجتماعي. ندوا مثال الان، نحن الان في المجتمع التشادي نتواصل بشنو؟ باللغه العربيه في جنوبنا وشمالنا في اللغه العربيه. هل في عندنا مشكله في التواصل؟ لا. اذا ما دام ما في مشكله في التواصل، اذا ما دام لغه عندها تواصل تخدم المجتمع تخدم العلاقات الانسانيه بينا، توفر لنا السلم الاجتماعي، لماذا لم نساعد؟ فلذلك حقيقه انا للان يعني لن يعني زي ما اقول ان طبقه الممانعه دي الفرنكوفيه التي ما زالت أقول بكل قوة ما زال إرث الاستعماري موجود في ذهنا يجب أن تترك. لأن الحركة الوطنية للإنقاذ هي حركة أنت العربفون يجب أن يعلموا ذلك، والعربفون هم الذين ضحوا فيها وإذا قاعد تطبق مشروع ويجب احترام المشروع ده، ويجب احترام المشروع ده، ولذلك هذا المشروع جاء في شكل دستور أساسا. تمام، خلاص كلامك جميل جدا. يعني كلام الوزير كلام واضح، كلام الوزير بيقول في ناس مثقفين باللغه الفرنسيه هم بس ما الدور الثنائيه اللغويه دي يطبقوها في الشارع ده الدور. يعني لو جيتهم بكتكت كده مكتوب بالعربي ذاته مثل يكفوه ما الدور يشوفوه. دي مشكله كبيره جدا، والمشكله دي لابد يجب حلها حتى لا تتعاظم. يعني رئيس الجمهوريه واضح كل يوم بيقول اللغه العربيه واللغه الفرنسيه لغتان، وبيتكلم بصراحه في مؤتمرات تكلم باللغه العربيه، مؤتمرات تكلم باللغه الفرنسيه، ما فيش مشكله. ده كله عشان داير يقول للمواطنين كونه اللغه العربيه ايضا لغه رسميه في تشاد. لكن تطبيق الثنائيه اللغويه استاذ محمد نور، كيف يجب أن نلزم المؤسسات التابعة للدولة أن تطبق اللغة العربية؟ لأن في اليوم في بعض الخريجي اللغة العربية بيشتكوا، بيقول لي واحد لو كتب ديمان باللغة العربية وداك له بيقول لي لا لا أمشي الديمان هكذا هكذا سهل ترجمة حتى تجيبها لنا. دي مشكلة، دي مشكلة. في المفترض الناس تحترم الدستور، حتى ولو قدمت الديمان ده بالعربي أو بالفرنسي يقبلوه، فكيف يجب المشكلة وين؟ طيب أنا بس أنا يعني قد لا أتفق مع الوزير الدكتور وقد أتفق معه أيضا. نحن أولا لا يمكن أن ننكر الدور الذي لعبه المثقفون باللغة الفرنسية الوطنيون الأحرار الذين استطاعوا أن يوصلوا
صوت اللغة العربية لتكون لغة رسمية. جميل، هذا جيد، كلام ممتاز. الشق الثاني، رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هو الذي يعطينا دائما المثل في تطبيق الثنائية اللغوية. وأنا أذكر عندما كنا في الذكرى 55 للاستقلال في مدينة أبشة، ذكر وأعطى شهادة تزكية لمثقفي اللغة العربية بأنهم أكثر وطنية من غيرهم. لا أقول الفرنكوفون ولا أقول الأنجلوفون، لأننا لم نكن في صراع ثقافي. مسألة تصديق الثنائية اللغوية كما طرحتها أنت الآن وكما طرحها الوزير الدكتور، هي تتوقف أولا في قلة، في عدم وجود الكوادر المؤهلة باللغة العربية. لأننا الآن عندما نذهب في الإدارات وعندما نذهب في الوزارات لا يمكن أن نجد سكرتيرات أو كتبة باللغة العربية، لأن الإنسان المثقف باللغة العربية في طبيعته دائما يتطلع إلى الشهادات العليا ويتطلع دائما إلى المناصب العليا، ولا يفكر في هذه المناصب الدنيا التي تعتبر ركيزة لنشر لغة معينة. عندما نتحدث عن اللغة العربية، اللغة العربية دخلت في تشات على ما تذكر كتب التاريخ منذ القرن الثالث عشر، وأصبحت لغة التعامل، وأصبحت لغة الإدارة، ولغة الشارع، ولغة الأزقة، ولغة التعامل في البيت في المدرسة، ولغة التعامل مع من لا يفهم لغة الآخر. بمعنى يعني أنا عندما أتحدث لغة أخرى وذاك يتحدث لغة أخرى، اللغة الوحيدة التي تربطني مع ذلك الذي لا يتحدث لغتي هي اللغة العربية. الآن مسألة التطبيق هي أصلا في الحقيقة هي رغبة سياسية. رغبة سياسية. عندما تكون هذه الرغبة السياسية في نشر اللغة العربية، وعندما يقدم رئيس الجمهورية خطابا باللغة العربية، هو يريد أن يوحي لهؤلاء الذين خلفه بأن يطبقوا هذا. ليس في شات فقط، إنما حتى في المحافل الدولية يتحدث رئيس الجمهورية باللغة العربية. وهذا مثل واضح. الآن لدينا مسألة، ما هي الوزارة المعنية بتطبيق اللغة العربية؟ هي وزارة التربية الوطنية. أنا أذكر في إحصائية كانت قد وردت في البنك الدولي، مشروع الإزدواجية اللغوية، البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. أنا لا أتحدث عن البنك الدولي، إنما أتحدث عن المساعدات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية فيما يتعلق بتطبيق أو تطوير الإزدواجية اللغوية في تشات والنجر. هذا برنامج مشترك. هذا البرنامج المشترك في خلال 20 سنة صرف البنك الإسلامي للتنمية ما يقارب 122 مليار فرنك سيفا، 122 مليار فرنك سيفا عبر برنامج تربوي ثنائي اللغة يضم تشاد والنجر. تشاد لم تكن قد استفادت من هذا البرنامج إلا بالقدر اليسير، ولكن النجر قد استفادت، وهذا يدل على ماذا؟ يمكن السؤال ممكن نطرحه لمن يتكفل بوزارة التربية. تمام. كذلك هناك إحصائية تقول حتى الآن إن المدرسين في اللغة العربية أو الذين يدرسون اللغة العربية في مدارس الروضة بنسبة 2.68%. عجيب. في المدارس الابتدائية بنسبة 0.54%. في المدارس المتوسطة بنسبة 3.31%. في المدارس الثانوية بنسبة 8.1%. لذلك الدولة نسبة قليلة، يعني نسبة مع أنها قليلة إلا أنا أعتقد وأقول لا توجد إشكالية في توظيف المثقف باللغة العربية. الآن الإنسان عندما يدرس باللغة العربية وعندما يدرس لديه شهادات عربية، فإن الوظيفة العامة كما يكفلها الدستور حق لكل مواطن كادي، الوظيفة العامة لا يمكن أن تسألك عن شهادتك، هل هذه الشهادة بالعربية أم بالفرنسية. وأكرر وأقول إننا لم نكن في صراع ثقافي. حاليا أنا موظف في الوظيفة العامة وشهاداتي كلها باللغة العربية. هناك أيضا إحصائية تقول أن هناك الكثير من المثقفين باللغة العربية دخلوا في الإدارة لكنهم زابوا في الإدارة بعد أن تعلموا اللغة الفرنسية، وقليل من اللغة الفرنسية زابوا في الإدارة وتفرنسوا.
لذلك هو مثقف باللغة العربية ولديه شهادات عليا باللغة العربية، لكنه عندما يتحدث اللغة الفرنسية، عندما يتعلم اللغة الفرنسية يزوف في الإدارة. لذلك أقول إن الإزدواجية اللغوية أقول إن الإزدواجية اللغوية هي يعني تخدم اللغة الفرنسية أكثر. كذلك من الوزراء الذين تم تعيينهم باسم اللغة العربية يحاولون أن يتحدثوا اللغة الفرنسية بأسلوب ركيك، بأسلوب ركيك. أنا تم تعييني باللغة العربية، لابد أن أوضح للغير بأن أتحدث باللغة العربية. صحيح. وعلى الوزير الآخر الذي لا يفهم عليه أن يبذل المجهود لذلك. هذه العقدة التي كانت موجودة بين مثقفي اللغة العربية هي التي قد تؤثر في نشر اللغة العربية. كذلك مسألة ما يسمى بالتسيب. تسيب بمعنى عملية التسيب. الآن نحن كمثقفين باللغة العربية في المدارس التي تعنى بتدريس اللغة العربية، المدرس المثقف بالعربي عندما يبعث به إلى مدرسة فرنسية يتآمر مع مدير المدرسة ولا يؤدي الواجب، وفي نهاية الشهر يدفع قليلا من المال لهذا المدرس ولهذا المراقب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قبل الأجر حاصبه الله بالعمل. ونحن نقول لا يوجد أحد فاسد، لكن يوجد فاسدون في كل أحد. تمام. والناس يعرفون. لذلك نحن نتمنى في هذه الجمهورية الرابعة أن يجد مثقف اللغة العربية وأن تجد اللغة العربية مكانتها. دكتور فس... أنا عندي مداخلتين قبل ما تود. أولا بالنسبة نقطتين يعني مهمتين بس أضيف إليهن. أولا يعني في تصحيح الناس، يعني في أشياء واحدة يجب أن تصحح. أولا يعني بقول لك خلاء المثقفين بالعادية الإداريين، يعني عدم وجود إداريين يعني أي ماله ليه؟ أيوة لماذا؟ من قال ما في ليه؟ أولا بالنسبة لنا بقول لهم يعني مشكلة المعلمين، الزول مش قرأ اقتصاد، عندما تنسى الاقتصاد يعين مدرس باللغة العربية يقول ودو ساعة. يجب يا جماعة الحقائق يكون واضحة. أنا تخرج لسندي متريس في الاقتصاد، بقول لي أمش قرر يسألي باتاسا في سار، وزميلي بالفرنكوفوني بيشربوا زنوف في وزارة الاقتصاد والتخطيط. شوف يعني دي المشكلة، شوف الإشكالية. يعني زول خريج يعني خريج يعني إدارة يودوه يقري ألباء تأسع. شوف ده يودوه ألباء تأسع. يعني أن إحنا المثقفين اللغة العربية ممنوع لنا العمل في داخل الإدارة. يعني داخل لا لا يعني يعني, يعني, يعني أنا فهمت. أنت بتطرح سؤال موجه لأستاذ أو لا استفهام. لأنه في بداية الحديث قال اليوم لو مشيت الوزارات ما بتلقى سكرتير أو كمان بتلقى بقايت يكون عربفهم ما بتلقاهم زي هم ما وظفهم البوظوفياتو من يوظفهم بتوظف كيف؟ لأنه بقول لك الوثائق الموجودة غير بعربي. في حقائق يا جماعة، يعني في إشكاليات الآن موجودة في التطبيق. الوثائق كلها باللغة الفرنسية من ناحية واقعية. الآن أنا في في في, في جامعة إنجمينة عندي إشكالية في التعامل، لأن الأوراق كلها أوراق فرنسية وما مجبر الإدارة ما مجبر أن تترجم لي أنا صحيح كشخص يعني. إذا أنا المفتش من جوري لأنه ما في عندي إشكالية. إذا إشكالية أشار إليها الأخ الزميل قضية الإرادة السياسية اللي هو ذكرها. هذه الإرادة السياسية لا طبعا القانون جعلت أزمة. من اللغة القانون. العربية اللغة وانت شايف الآن الإمكانيات دي الإمكانيات دي وين يعني من الإزدواجية اللغوية ما هي شيء هو شيء ولا يعني ولا فرية شيء اختياري لا ما كي صحيح. ولا شيء فرية دي ولو شيء غير معروف ما في تجارب علمية ثابتة. أنا إحنا الآن عندنا كامرون تجربة، عندنا سويسرا تجربة، عندنا دول كثيرة عم بتطبق لا عندنا دول كثيرة بتطبق البلنجازية. البلنجازية ما شيء غير موجود يعني موجود. في دول الآن عندها تجربة فوق صحيح. والآن في إمكانيات مادية وين الإنجليز الآن صحيح. فلذلك يعني أنا السؤال اللي داير مطرح هناك استعداد نعم. من قبل الإدارات المعنية. الأخ بقول الفرنكوفوني الحقيقة أنا لا أعرف لا أعرف كان شاز يعني فرنكوفوني شاز واحد اثنين ثلاثة يعني طبعا القاعدة لا هم وده الملاحظ وده الملاحظ بقول لك في بعض العربفون الفرنكوفون ده معانا. خلي أنا ما أعتقد الآن من خلال عملنا العمل الآن ما وجد فرنكوفون الآن عنده يعني حماس حقيقي لدفع اللغة العربية إلا من ندر. ما موجود
ما هو أنا ضربنا مثلا بالوزير السابق عبد الله صابر لما كان وزير للعدل، يعني 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 على الأقل أوصف العربفون كونه جعل العربفون اللغة العربية والفرنسية لغتين كي يكون رسميتين. يعني شوف المدرسة القضائية دي كان فتحت كان زمان قاعد بالفرنسية لكن أسا فتحوها بالعربي بالفرنسي، المدرسة مدرسة الإدارة الآن بالعربي بالفرنسي. فإحنا دايرين الإكزامبلر هنا أنا 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 المينستر ده كل المينسترات دي عملوه، كل مينستر لو بأين 10 شخص خمسة عربفون وخمسة فرنكافون، أي مينستر بأي الناس بذكر بأرتي لابد أن يكون نصفهم عربفون ونصف فرنكافون عشان الناس تحترم اللغة اللي موجودة في الدستور. يعني أنا واحد جانبي شهادة ليسانس عرب وجاني واخر بليسانس فرنسي، ليه بنشيل في الفرنسي من غالي العرب؟ ما هو كل واحد. انا داير نسالك السؤال اللي يلوح في الافق، ما الجديد الذي اضافه المنتدى بالنسبه لتطبيق الثنائيه اللغويه؟ المنتدى اللي كان شاركت فيه شنو الجديد اللي اضافه عشان ممكن نقول مستقبل التطبيق الثنائيه اللغويه دي؟